قضية الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين خاصة الحين يعني نتوقع أمطارا، الله يجعلها أمطار رحمة ويجعلها غيثا، هذه الأمطار إذا هطلت وتأذى الناس بها، لأن الجمع ليس للمطر، الجمع للمشقة التي تأتي مع المطر، فليس سبب الجمع المطر ولكن سبب الجمع المشقة التي تأتي مع المطر. ولذلك لو كانت مشقة في غير المطر أيضا يجوز معها الجمع، كالريح الشديدة، كالغبار الشديد، كالبرد الشديد، الجليد، المطر، أي سبب من أسباب الجمع فيه مشقة على الناس لهم أن يجمعوا. فالمطر نوع من أنواع المشقة التي يتأذى الناس من في الخروج من بيوتهم لأجل هذه الأمطار. أما إذا كانت هذه الأمطار ليس معها مشقة، أمطار خفيفة جميلة تنعش، فهذا يجمع الإنسان بها، وإنما الجمع لأجل المشقة التي تأتي مع المطر وليس لأجل المطر. أي مطر ينزل يجمع، غلط، لا يجوز ولا تصح الصلاة هكذا. وجمهور أهل العلم لا يرون الجمع في المطر أصلا. والإمام الشافعي هو الوحيد الذي يرى الجمع في المطر في الظهر والعصر، لكن يشترط المشقة، وأحمد كذلك يشترط المشقة لكن لا يجيز الجمع بين الظهر والعصر، فقط المغرب والعشاء، لأن يمكن أن تكون معها مشقة ظلمة وكذا، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر. وتقدير الجمع يرجع إلى إمام المسجد، هو الذي يقدر نجمع أو لا نجمع. ولا يجوز لأحد إذا صلى مكان الإمام كون الإمام غاب عن الفرض أو كذا أنه يأتي ويجمع، يؤم الناس إمامة مؤقتة لفرض غاب عنه الإمام ثم يجمع، ليس له الحق في ذلك. الجمع خاص للإمام، هو الذي يقدر الجمع من عدمه. يقول طيب ما نقدر نجي العشاء، صل في بيتك والحمد لله، مو لازم تجي المسجد وأنت معذور، صل في بيتك. لكن ما يعمله البعض من مشاغبات وغيرها لأجل الجمع في المساجد هذا لا يجوز، رفع الأصوات في المساجد لا يجوز، وإجبار الإمام على الجمع أو الإنكار عليه بعدم الجمع، كل هذا لا يجوز. ولو كان الإمام متساهلا وجمع والمطر خفيف أو ما في مطر أو كذا وجمع الإمام، لا تجمع معه، لا يجوز. لكن لا تعمل مشكلة، أخرج من المسجد خلص هدوء هدوء، لا تجمع معه. وإن خفت من الحرج أو كذا صلي معه بنية النافلة، لا تصلي بنية الجمع طالما أنه ليس هناك مشقة. يعني شوف الواحد يجمع بين المغرب والعشاء يقول مطر ويطلع يروح الديوانية، أي مطر أي مشقة هذه؟ فلذلك ننتبه لهذا الأمر.